أعلن الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرغ الانسحاب من السباق للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. جاء قرار بلومبرغ عقب فشله في حصد أصوات الأغلبية من الناخبين في أي من الولايات 14 والتي أجريت فيها الانتخابات التمهيدية يوم أمس. وأعلن بلومبرغ دعمه لنائب الرئيس السابق جو بايدن. في سياق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فاز السياسي الأمريكي جو بايدن بدعم الناخبين الديمقراطيين في 9 ولايات في إطار السباق من أجل الحصول على ترشيح الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكانت 14 ولاية قد عقدت بالأمس انتخابات تمهيدية لاختيار مرشح الحزب الذي سيخوض غمار الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. الثلاثاء الكبير، يوم التصويت الأضخم في الحملة الديمقراطية الأمريكية، ينتهي بإحراز جو بايدن تقدما كبيرا على المرشح بيرني ساندرز. فيها فاز الأول بتسع ولايات من بين 14 ولاية جرت فيها انتخابات الثلاثاء. ثلاثاء دفع ببايدن نحو منافسة ترامب بتقدمه على ساندرز بواقع 294 لصالحه مقابل 234 لصالح بيرني في أصوات النواب. الناس يتحدثون عن ثورة، لقد بدأنا التحرك وزدنا من المشاركة، هذا يمكن أن يوصلنا إلى لحظة تمكننا القيام بأشياء غير عادية. وعلى الرغم من تقدم بايدن على بيرني، إلا أن الأخير يبقى واثقاً غداة فوزه بكاليفورنيا التي تمتلك 415 مندوباً. سننتصر لأن الناس يفهمون أنها حملتنا وحركتنا التي هي في أفضل وضع لهزيمة ترامب. سلسلة انتصارات بايدن سجلت معظمها في ولايات جنوبية غالبية سكانها من أصل أفريقي، ما يشير إلى الدعم القوي له بين الأمريكيين من الأصول الأفريقية. ومحللون يشيرون إلى أن فضل ذلك يعود لتولي بايدن منصب نائب الرئيس خلال ولايتي باراك أوباما الرئاسيتين.